بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وضع الوضع الحقيقي، الوضع الميداني للقولة، قولة بدرة اللي صرفوا عليها 33 مليون. كذبونا البعض، طلعوا يدافعوا بالكذب، اتهموا احنا بالعمالة والخيانة والارتزاق والنظارات السوداء، ونظاراتنا ما بتشوفش، والكاميرات حقنا ملوثة تمام، من داخل القاهرة، من داخل شارع الهرم جالسين يخونونا. شوفوا الوضع، وين السراقات الالدي اللي بتسرق واللي بتطلع بالليل تحت النافورة. انا ما شفتهاش، انا اشوف سراقات بالليل لكن بالنهار ما شفتش ولا حتى سراقة. هذا وضعها. هل هذا يدل على ان هذه المنطقة فعلا يعني تم تأهيلها او اعادة تأهيلها؟ كان يفترض ان اعادة التأهيل تظهر بشكل الحجر، بشكل الاسمنت، بشكل التشجير، بالتزيين، بالتبليط. ما فيش اي جديد بالثلاثة وثلاثين مليون ولا جديد. مداكي قاتل موجودة على ما هي، 294 هذه المداكي موجودة، وضعها هذا تمام. انا مشي واحد يجي زايد علي، انا اخر مزايد يجي زايد علي، ماشيش واحد يزايد علي ولا يكذبنا. الفيديو حقي الاول موجود وهذا موجود، واجيب عليهم العصر بصور لكم اياهم مخزنين داخل. هذا وضعها. هي وين السراقات اللي بتبهرنا ومن الجو؟ يا جماعه الكذب له حدود، استفزونا بالكذب. والله احنا مش ضد التجميل ولا ضد ان تظهر عدن بصوره جميله، لكن تزييف الواقع بمبالغ مدفوعه هذا اللي يؤلمنا. لو كانوا طلعوا الفيتوشوب مجانا كنت انا بروق له بنفسي، بنقول يلا اقل شيء نكذب على الشعب من غير ما نسرقه، نكذب على الشعب. لكن انا اصرف 33 مليون على تاهيل جوله وبالاخير تطلع هذه الوضعيه؟ هذه لو في دوله بتحترم نفسها بتحيله من المحاسبه، من عند اكبر مسؤول في المديريه الى عند اصغر مهندس والمغاول اللي شرف واللي اخذ، والمسؤول المالي اللي راجع عمليه الصرف وصرفها لازم يتحمل المسؤوليه كلهم. نحن بنقبل الزيف وبنقبل زيف توعيه وعي الناس عندما يكون اقل شيء اقل كلفه، يعني زيف وعي من غير كلفه ماليه امر مقبول. تزيف وعي فوقه يعني عليك تستلم 33 مليون تصرفها، هذا اللي مش مقبول. هذا وضع الحديقه، هذا وضع من داخلها. كانت الصوره امس، الفيديو مش واضح، يبدو من الاطراف. هذا وضعها. هذا اعاده تاهيل، حتى قلع الشجره ما كلف نفسي الا المقاول. هذا وضعها. ورحنا سنظل في المرصاد لاي عمليه تحايل او تزييف لوعي الناس. يا محافظ عدن ينقل لك الصوره غلط، يا محافظ عدن اوبا حد يجي يقول لك ان هذا العمل ضدك، هذا العمل لاصلحتك. انت تصرف وتوقع على ملايين لتاهيل عدن وتاهيل شوارع عدن وبالاخير ما بتلاقيش طريقها. تعال وافتح تحقيق في الجوله هذه وانظر، وجيب واحد يقيم العمل. اذا قال لك انه يستاهل ما تم عمله 33 مليون، تعال وقف سجني وانا اتحمل مسؤوليه. يا جماعه حرام عليكم، ارحمونا يرحمكم من في السماء. تزييف الوعي والمكياج والهذا خلاص ما عاد نطلعش. نحن الان في عالم التقنيه والمعلومات والصوره والكاميرا وكل شيء بينكشف. تجي تنزل لي صوره قويه ملونه بسراقات، وين ال دي اللي يضوي النجمه الثلاثيه هذا وثمانيه الاضلاع؟ وينه ال دي يا جماعه؟ وين السراقه؟ ايش تشوفه؟ ما في سراقات، كل ما في الامر الكامبات، هذا زي كامبات. مين تجي سراقات الملونه؟ ما ادريش. كان اشوف داخل النافوره شيء سراقات ملونه، ما فيش، كلها عمليه تقنيه. يعني انا بنزل لك فيديو وبأضيف له تقنيه معينه بيضيف الجماليات على هذا المساله، هذا مش صعيبه. ناس قد زوروا، ناس بيرتكبوا حاجات خطيره جدا. جيب لك صوره من هنا وصوره من هنا وجمعهم. لا تجمع لي فيتوشوب وتجي تكلم لي على منجزات، ولما واحد ينتقدك تقول انت خاين ولا عميل ولا نظارتك سوداء ولا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.